حنا كنتواجدوا بشبيكه في يعني في النقطه مهمه من الطريق السريع. لابد هذه الفرصه باش نذكروا بان الطريق السريع هو كانت وراه يعني الحكمه المتبصره لصاحب الجلاله اللي كان انطلاقه ديالو في الذكرى 40 المسيره الخضراء. الحمد لله المشروع كبير جدا وطموح ومهيكل وغادي يكون اضافه كبيره للبنيه التحتيه ديال المملكه. الطول ديالو 1055 كيلومتر والتكلفه 10 مليار ديال الدرهم. الحمد لله الاشغال متقدمه رغم عده الاكراهات اللي كنتكلموا عليها سواء ديال الجائحه ولا ديال الظروف اللي كنعيشوها ديال قله المواد وهذا. الحمد لله الاشغال جد متقدمه. تجاوزنا اليوم 97% ديال تقدم الاشغال بما فيه اللي كيعطينا واحد الانجاز ديال اكثر من 950 كيلومتر حاليا. الحمد لله ديال الانجاز فيه 15 منشأة فنية أنجزت وانتهت بها الأشغال زيادة على 950 كيلومتر اللي قلت. الحمد لله. واللي مهم كذلك أنه الحمد لله في ظرف واحد الأسبوعين إن شاء الله غادي يكون هذا المحور ديال قلميم العيون مفتوح على طول لحركة السير اللي التكلفة ديالو كتجاوز 6 مليار ديال الدرهم زيادة على المحور ديال العيون الداخل الذي فتح لحركه السير مده. اذا غتبقى الاشغال فقط بين تيزنيت وقلميم لان فيها صعوبه كبيره جدا، ولكن الحمد لله اللي كان كل الاجراءات واتخذت وتتخذ باش ننهيو الاشغال في هذا المقطع الصعب جدا قبل نهايه هذه السنه بحول الله. علاوه على ان الاهداف الاستراتيجيه هو يعني الهدف الاول هو الساكنه ديال الجهات زياده على يعني تشجيع الاستثمارات العموميه والخصوصيه، وهذا كنلمسوه الحمد لله. والسلامه الطرقيه واقتصادي كبير جدا، يعني الهدف القاري موجود وبحده. الهدف القاري هو يعني هدف استراتيجي لنا لربط المملكه بعمقها الافريقي، وكما قلت انه هو المشروع فيه يعني عده مدارات طرق مداريه في كل المدن باش تكون طريق سريع بمواصفات دوليه كما جاء في الخطاب ديال سيدنا. وحنا كنجدوا دابا واحد الجسر كبير جدا غادي استعدادات دابا ان شاء الله باش يتنجز على واد الساقيه الحمراء، والهدف ديالو الاساسي هو الربط القاري وحركه السير العابره. هذا الشيء علاش كاين طرق مداريه، كاين تشوير كبير جدا. كان الهدف من الانجاز ديال هذا المشروع هو السرعه في التنفيذ والجوده في التنفيذ والاستدامه للتنفيذ وتقليص يعني المدات اللي كاينه باش ان شاء الله نربحوا نمكنوا هاد مستعمل الطريق باش يربحوا الوقت ويربحوا التكلفه ديال السفر وديال لا 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 يعني السفر للمناطق الجنوبيه.